حياكم الله بزوارة اليوم. اليوم احنا نحتفل باليوم العالمي للسكر لان هذا موضوع وايد مهم عندنا. حسب اخر احصائيات للاتحاد الدولي للسكر، نسبة الاصابة بالسكر بالكويت هي 14.7%. هذا معناته ان واحد من كل 7 اشخاص مصاب بالسكر بالكويت. شنو انواع السكر اللي عندنا؟ عندنا النوع الاول من السكر اللي عادة يصيب الاطفال. سبب النوع الأول من السكر هو خلل في إفراز الإنسولين من البنكرياس، مما يسبب أن المريض يكون معتمد على الإنسولين مدى الحياة. عندنا النوع الثاني من السكر اللي هو نسبة السكر أكثر شيوعاً، لا علاقة في زيادة الوزن والوراثة واتباع نمط صحي للحياة. حياكم الله اليوم بزوارتنا بمناسبة اليوم العالمي للسكر. من خلال هذه الزوارة نحب نوصي مرضى السكر الالتزام بالمتابعة الدورية في المراكز الصحية مع أخصائيين السكر. نوصيهم أن يحافظون على معدلات السكر التراكمي، ضغط الدم، وأيضاً معدلات الكوليسترول بحسب الأهداف المحددة لهم من قبل الأطباء الاختصاصيين. السلام عليكم، حياكم الله اليوم ويانا. بمناسبة اليوم العالمي للسكر نحب نقدم نصايح وايد لمرضى السكر. من أهم النصايح اللي هو نصايح القيادة قبل قيادة السيارة. ننصح مرضان السكر قبل قيادة السيارة التأكد من مستوى السكر. إذا كان عندك هبوط ومستوى السكر تحت 4، يفضل أنك تعالج الهبوط وتتأكد أن ارتفع السكر قبل القيادة. إذا كان ما بين 4 و5، يفضل أنك تأكل وجبة خفيفة، وهم تشيك على السكر أنه يرتفع فوق 5، وبعدين تقدر أنك تسوق. إذا كان سكرك فوق 5، فهني تقدر تسوق بأمان. فإحنا نحب نقدم لكم هالنصيحة. شنو هو السكر التجسسي؟ هو معدل السكر للثلاث شهور الأخيرة، منها نعرف إذا السكر كان معدلاته مضبوطة ولا لا. لتشخيص السكر يكون السكر التجسسي أو التراكمي 6.5% فما فوق، واللي عنده سكر عادة احنا نبي المعدلات تكون تحت 7% بالشباب الصغار اللي حديثي التشخيص بالسكر، وإذا عندنا مراجع كبير بالسن أو مصاب بأمراض قلب أو أمراض كلى نحتاج السكر التجسسي يكون بين 7 إلى 8%. كثير من المراجعين اللي عندهم سكر أحياناً يصير عندهم مشاكل نفسية. نسبة مرض الاكتئاب في المراجعين اللي عندهم سكر تقريباً 30%، أما بالمجتمع العام 10%. كثير من الناس اللي عندهم سكر كذلك يصير عندهم اضطرابات قلق، أو إن بسبة المرض نفسه يبدون يحاتون إن راح تصير عندهم مضاعفات طبية، والمحاتات هذه تزيد نسبة السترس أو الإجهاد عندهم، فهذا يكون له آثار سلبية على السكر نفسه. ولذلك ننصح إن الواحد يكون عنده سكر إذا احتاج أو صار عنده ضغوط نفسية أو قلق أو اكتئاب مبالغ فيه إنه يراجع طبيب أو أخصائي نفسي. حياكم الله بزوارتنا اليوم. راح أتكلم عن هبوط السكر اللي ممكن يصيب مرضى السكر اللي يأخذون إنسولين أو أدوية تؤدي إلى هبوط السكر وإفراز الإنسولين. أعراض هبوط السكر، راح يحس المريض برجفة، بعرق، بزغللة بالعين، بخفقان، ممكن الجوع بحد ذاته يكون عرض من أعراض الهبوط. في هذه الحالة يحتاج المريض على طول أنه يأخذ 15 جرام من السكريات الأحادية، مثل نص كلاس عصير أو قفشة سكر أو ملعقة عسل، ما يأخذ الكاكاو والأشياء هذه المخلوطة بالدهون اللي ما ترفع للسكر بسرعة. يقيس المريض بالسكر ماله وبعدين ينطر 15 دقيقة، إذا السكر ما يزال هابط يعيد الكرة مرة ثانية ويأخذ 15 جرام من السكريات الأحادية ويقيس عقب 15 دقيقة. إذا ارتفع السكر وكانت وجبتها قريبة أوكي، إذا كانت وجبتها بعيدة لازم يأخذ سكرية كربوهيدرات معقدة عشان تنظم للسكر ولا يهبط لحد الوجبة اللي وراها. بمناسبة اليوم العالمي للسكر أحب أقول أن برغم من مرور كل هالسنوات وبرغم الأبحاث والدراسات في هذا المجال، يظل مرض السكر هو واحد من أهم الأمراض المزمنة في العالم، وأهميته تكمن في شيئين: أولاً أنه مرض سائد وشائع في كل دول العالم، ثانياً أنه يؤثر على حياة المرضى ويؤثر على أهم الأعضاء الحيوية فيهم، يعني يتسبب في أمراض المخ والقلب والأوعية وأيضاً في الفشل الكلوي وبتر الأعضاء، وأيضاً يتسبب في بتر الأطراف.